ابتديت في اي نادي يا مصطفى؟ ابتديت في الجزيره لغايه لعبت تحت 13، لسه في اول 16 كنت يعني اول سنه 16 وكده يعني لسه ما كنتش كويس يعني. بعد كده تاني سنه 13 ابتديت اخد تاني وتاني وكده في بطولات. كده طلعت البريتش اوبن، طلعت بريتش اوبن 13 ولا طلعت؟ طلعت تحت 13 ما شاء الله. يعني انت في سنتين ثلاثه كنت في المنتخب او يعني في من افضل السنتين اللعيبه؟ طلعت وصلت فاينل. دي حاجه تدرس، خد بالك. ده في ناس بتبتدي 7 سنين وما بتعرفش تعمل اللي انت عملته. لعبت تحت 13 وخدت تاني، خسرت 3-2 ساعتها. وبعد كده خلاص دي كانت اخر سنه ولعبت 15. 15 اول سنه بتأول ما شاء الله، اتأول وطلعت وكنت في الرانك اول يعني لمده فتره طويله، وخدت بطوله عربيه انت كنت لسه كابتن ناصر في الهواء بيقول لي انت كنت اصغر لاعب عنده 15 سنه ياخد بطوله عربيه للرجال. خدت بطوله ما شاء عربيه الله، كنت عندك 15 سنه. ما شاء الله. وبعد كده كملت يعني تحت 15، خدت بطوله هونج كونج ما شاء الله اول، وخدت بطوله ماليزيا في اول سنه. بعد كده طلعت تاني سنه كنت برضو خدت اول كل جمهوريه ده تحت كنت لسه 15. بتلعب في الجزيره. كل ده كنت لسه بلعب في الجزيره. ومعانا صور ليك اهي يا مصطفى كمان، يعني ما شاء الله. اخر بطوله عالم ليه بلعب فيها طبعا. انت بتلعب بنضاره يا مصطفى؟ لازم كله يلعب بنضاره الناشئين عشان دلوقتي خلاص عشان بس هي نظر ولا واقي؟ نظر العين. هي واقي بس يا مصطفى النضاره بتلبسها. طيب وكمل لي بقى، قول لي يعني انت دلوقتي وصلت لغايه بطوله هونج كونج وماليزيا. ماليزيا وخدت ساعتها كان السنه دي في بيتش اوبن رابع ما شاء الله. وبعد كده تاني سنه 15 طلعت برضو كانت اول جمهوريه، وخدت بطوله الجمهوريه بتاعت 15. بس بعد كده طلعت 17 عملت حق يعني في 17 حققت كويس 17. يعني من وانا كان عندي 14 سنه كنت بلعب 19 سنه ما شاء الله، بلعب تحت 19. السنه اللي فاتت دي ولعبت تحت 17، خدت بطوله الجمهوريه وخدت المانيا وهولندا. بس ولعبت تحت 17 كنت بلعب 19 بقى ساعتها، يعني كان عندي 15 16 سنه. دلوقتي 15 دلوقتي 16. كنت اول في الرانك تحت 19. طب قول لي بتفكر تطلع يعني اللي بسنك؟ انت دخلت جامعه لسه الاول؟ لسه. طب اللي في سنك بيفكر يطلع جامعات، عندك الويلنج ده ولا ما عندكش؟ عندي ان شاء الله يعني. امريكا ولا الله؟ امريكا ان شاء الله. امريكا هي غالبا الجامعات كلها متركزه في شرق امريكا، اللي هي الجامعات اللي فيها سكواش. منشل على حاجه؟ ناش ان شاء الله. قول لي. في هارفرد. هارفرد بس يعني ييل صعبه شويه برضه. ييل لسه ست مكلماني شفت انا بقول لك اصل انا رحت هناك وعارف. ييل يونيفرستي جامده برضه. مضمون مجمع سكواش يا كابتن ابراهيم. وعندك ويسليام برضه بس ضعيفه شويه. مش عارفه. لا برضه فيها مجمع. في بان. لا بس هارفرد احسن. ليه؟ لان انت هتروح هناك هيبقى عندك فرصه في التعليم كمان احسن. بس صعبه يعني، هو الفلوس دي صعبه. فرصه في التعليم عايز مذاكره جامد جدا. طب انت عايز تدرس ايه بقى، هندسه ولا طب ولا ايه؟ هندسه يعني. بس هندسه. لا بس كان في حد سبقك على فكره من الجزيره برضو كان في هندسه وفي هارفرد. لا ده كان علي فرج. ايوه علي فرج. شفت انا مذاكر يا كابتن؟ والله انا مذاكر يا كابتن. طب انت مش شايف هو ودرس هندسه ميكانيكا هناك وايروديناميك؟ كان المفروض يبقى معيد هناك. برافو عليك. الخليفه بتاعت دلوقتي صح؟ سعد. ليه؟ واحد سعد تاني عالم السنه اللي فاتت راح برضه هارفرد. فظيع. برافو عليك انت عندك الويلنج ده، لان هو السكواش لعبت زي ما بيقولوا يعني لعبه ملوك يا كابتن ناصر. وكمان بتبقى محتاجه يعني لعبه محتاجه مصاريف ومحتاجه اهلك يعني. هم عامل مجهود معايا كبير قوي الصراحه. مين بابا ولا ماما بقى؟ بابا وماما الاثنين يعني. لا دي هنا. لا لا دي بابا كان في الشغل. ما تضحكش عليا. بابا كان في الشغل. بابا اكتر. هو ساعدني. ساعدني كتير قوي. مش عايز ازعله. لا والله بس هو ساعدني كتير قوي في حياتي. اكيد طبعا اكيد يعني. انا بهزر بس هو طبعا يعني. ويمكن انت عملت حاجه حلوه ان انت بدات كبير وفي سنتين كنت بطل. يعني ده مثل كبير جدا. بس ما شاء الله واضح ان انت عندك ثقه عاليه، والثقه دي بيبقى اساسها الاب والام بامانه. عامل مجهود جامد. طب كابتن ناصر يعني ايه اللي خلاك تشوف ان في مصطفى ان هو لا مقومات يجي لعيب يجي النادي الاهلي؟ طبعا عبد الله معانا من فتره. اولا التزامه. عنده عزيمه كويسه جدا. واضح. وعنده اصرار. واضح. فدوت من ميزات النادي الاهلي الحتتين دول، العزيمه والاصرار. صحيح. عشان تقدر تكمل. فانا ما شفنا كده يعني الفنيات ممكن تيجي وتروح، لكن الاصرار والعزيمة ليه بتعوض الفنيات في حاجات كتير جدا. يا كابتن مش عشان حضرتك قاعد معايا كمان في الاستوديو، انت صاحب اللعيبه بامانه يعني. انا احتكاك مع الاسكواش صراحه يعني انا فعلا قبل ما اجي النادي الاهلي يعني طبعا حاجه كبيره جدا يعني.
يعني الاداره الفنيه والاداره الفنيه صراحه كابتن ناصر بحبه جدا من قبل ما اجي النادي الاهلي، هو وكابتن يعني محمود جداً. عبد القادر طبعا، كابتن احمد حسني قبل ما يبقى لعيب طبعا، كابتن احمد حسني هو رجع يلعب السنه دي، لا اوعى يلعب السنه دي بقول قبل ما يبقى لعيب بصراحه يعني عمل فورمه جامده هيقطعك بقى، لا كابتن احمد حسني خس وظبط بس هو حبيبي يعني كان مرني قبل كده. و طب خلينا كده ايه نقول للناس الكؤوس اللي قدامنا دي ناخدها كاس كاس يعني مش كل حاجه بس يعني هو في حاجات بتاعت عبد الله صح؟ يعني اول كاس كده نبتدي بالكاس الاولاني ده ايه يا مصطفى؟ لا مش ده في بريتش اوبن تحت 13 تحت 15 ده تاني تحت 15 يعني تاني تحت 15 خدت تاني بريتش اوبن، خلينا بس نعرف الناس ان البريتش اوبن يا جماعه بتبقى زي بطوله العالم، لان هم بيشاركوا اللعيبه اللي بتشارك بتبقى رانكت في بلادها، مش اي حد ينفع يشارك، اللي بيبقى مرتب يعني او ترتيبه عالي في بلده هو اللي بيشارك، فبتبقى اقوى من بطوله العالم. ده تحت تاني اللي تحت بقى ده 15 اللي تحت ده هم اتنين لا في لا لا ده حاجه ده حاجه بالظبط ده يو اس اوبن ده كنت طالعها مع عمي يعني يو اس اوبن يو اس اوبن كانت تحت كام؟ كانت تحت 17 وكان عندي 14 سنه ما شاء الله، يعني انت كنت 14 وطلعت تحت 17 طلعتها خدت تاني في البطوله معجزه ما شاء الله ما شاء الله، دي كانت صعبه، انا رحت اليو اس اوبن كذا مره وشفت هناك بيبقى المنافسه جامده عالي مستوى عالي. طيب واللي بعديها الكاس اللي بعديه ده تحت 15 خدت اول تحت 15 بطوله عربيه بطوله عربيه دي اللي احنا خدنا فيها البطوله رجال كنت اصغر، لا دي تحت 15 الرجال الكبير الكبير ده كابتن ها كبير ده رجال عشان الرجال كبر بقى خلاص حسب حجمه انما الصغير ده لسه صغير لسه بيبي